كيعاد المغربيين الشغل. هذه قليل من النظار هذه قليل من الدريوش. نهاران بدلان كيكاية مثنى لقيت وقفة احتجاجية إنذارية يعني قصد الاتحاد المحلي للدريوش بخصوص فتح المستشفى الإقليمي للدريوش. المستشفيات تبغى مقرر يعظم شحال فوامي باش مع الأسف الوزارة الوصية لا المشرفين قطاع الصحة لا الذي خاصني الفان ونسين الاحتساء عامي بشمسة واضي من المستشفى الإقليمي والسكينة انت ضرورة. والإقليم الدريوش إقليم يتسمى متناثر الأجزاء دا يسيو ذا القدرة دا يسيو ذا وكجان إلى آخره وزما طرح أر الحسيماني غير طرح أر نظاني غير طرح أر وجدا خوما تسمى تلقى تسمى العلاج يخسر يريوز البنية توجد البنية مغا الصباح تلقى تجهيزات موجود ولكن سنان ندا الكودان دا تدي إقليم الدريوش ونسيت ميم إذا سنان الكودان تعذبن ولكن يثبت الاتحاد المغربي للشغل دا تدي إقليم الدريوش أنه تسمى القلب النابض والبعبير تسمى الشفاف والواضح خماي وخليج تسمى ساكنان اقليم دريوش. وما مش ديو يسد بوار تومة الجمال الكاتب المحلي تنتج وقفة انذارية ومستقبلا هذه وقع تنسيق هذه المجتمع البدني هذه سياسيين غاجر غيرة هذه مارة ساكنة من تجار حرفيين مهنيين هما أن يوقع شكل احتجاجي ضامقرا في حالة عدم استجابة جهات الوصيات جهات المعنية سواء زمان نمشي سقان المستشفية لأنه من العيب والعار أنه أولا سجل التواصل العمومي ويجيشا لأن وزير الصحة قد مار الأقاليم زيارة مار الأقاليم جهة الشرقية باستثناء إقليم دريوش وما يمي ويتبقوا ذاني تيغا زعفني ودار والسين الله أعلم يعني إخصاص ياس هذه وضح يودان هذه وضح ينيك تحرك إن هذه سنين المنتخبين ما رأينا يودان سنين مش نسا سبيطارا دريوش ويعظم شا ولكن مع الأسف سياسة طاورة يتسمى طاغية بعض المسؤولين العديم يتسمى الكفاءة في الحقيقة تسمى مرقسة النينية في ذي الناحية التواصلية عديم الكفاءة هذه الناحية التواصلية. المهم اتحاد المغربي للشغل هذه قيمة ذي نظر في المستشفية باعتباره قوة اجتماعية أرغة عظم وباعتباره يجن تنظيم منخرط جدا وبقوة في المطالب نقضي القضايا المجتمع نقضي القضايا الشعب المغربي وتقيم هذا رقم واحد من ما للمغرب كمحرك لا أحزاب سياسية توارث الثانية لا تنظيمات أخرى باستثناء الاتحاد المغربي الحاضر في جميع المحطات النضالية وتشكر لكم مثلا وتحية لكم وشكرا.